7 قتلى على الأقل في انفجار كبير استهدف مقر الشرطة بمدينة لاهور شرق باكستان يوم الثلاثاء. وتلا الانفجار إطلاق سريع للنار، ووقع التفجير بسيارة ملغومة كانت موجودة بالقرب من المبنى، وترجح الشرطة أن الهجوم نفذه انتحاري. وفقا للتحقيقات حتى الآن يوجد احتمال كبير أنه كان هجوما انتحاريا، لأننا وجدنا رأسا إنه غالبا لمنفذ الهجوم. كانت محاولته على الأرجح هي اختراق خطوط الشرطة، لكن السيارة انفجرت قبل الأوان. وشهدت باكستان في الفترة الأخيرة هجومين كبيرين نفذتهما جماعات متشددة استهدفا مسجدين للشيعة. أسفر الأول عن مقتل 60 شخصا في مدينة شكاربور بإقليم السند الجنوبي في أواخر يناير الماضي، والثاني سقط فيه 20 قتيلا بمدينة بيشاور هذا الشهر. وقالت جماعة مسلحة إن الهجمات رد على إنهاء الحكومة الباكستانية تعليق عقوبة الإعدام لهؤلاء المدانين بتنفيذ هجمات إرهابية. ورفع تعليق عقوبة الإعدام بعد هجوم حركة طالبان الباكستانية على مدرسة عسكرية في بيشاور شمال البلاد، وأسفر عن مقتل 134 طفلا و19 بالغا. رحاب علاء، رويترز.